أهلا بكم في تكملة كورس السوليد كام. طيب دلوقتي هنكمل شغل ال 2.5 اكسس. احنا كنا بنشتغل على البارت اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده، وعملنا فيس ميلينج وتعرفنا على شوية اوبشنز خاصة بالفيس ميلينج. طيب هنشتغل بقى دلوقتي البوكت، تمام كده؟ يلا بينا. فانا اقول له ميلينج، تمام كده، عشان يحول لي الانترفيس للكام. بعد كده هقول له external، تمام، واقول له اوكي. نفس الخطوات بقى احنا ايه يعني المفروض نبقى عرفناها خلاص. فانا هقول له الكوردينيت سيستم، بحددها. الخطوات دي هنمشي بيها طول الكورس. وهقول له مثلا على التوب كورنر من السيلكتد فيس ده، فيختار للتوب كورنر. وبعد كده هقول له تمام، حدد لي هو ادي كوردينيت داتا. بعد كده تمام. طيب هلاقيه خلاص عمل لي كده السيستم. الستوك التارجت خلاص هو اوريدي اتعرف على الموديل اهو، تمام كده. الستوك هعمل له بوكس مثلا، وليكن بوكس ريلاتيف تو موديل، نفس القصه اللي احنا عارفينها، واقول له تمام ماشي. وبعد كده احدد الماتيريال واقول له اوكي من هنا. فخلاص كده تمام، ظبطنا امورنا. كل الخطوات كده اتعملت قبل الاوبريشن، فانا دلوقتي جاهز اختار اوبريشن تانية غير اللي احنا عملناها. طيب احنا جربنا الفيس ميلينج، دلوقتي هختار بوكت. طيب تعال بقى نشوف بتتعمل ازاي البوكت. اول حاجة الجيومتري، فانا هختار نيو. احنا اتفقنا اللي انا في الـ 2.5 انا لازم اختار جيومتري، فانا هقول له مثلا انا عايز اختار مثلا الخط ده، تمام، وهنا تانجنت، هنا تانجنت، فعلم لي على الاربع حروف، وهقول له يس تمام. فادي التشين رقم واحد، تمام كده، اللي هو البوكت رقم واحد، خلاص كده. طيب تمام، فانا كده هعمل ميلينج لبوكت واحد بس، تمام. طيب التول، تعال بقى نختار سيلكت تول، هيجيب لي الاوبريشنز المناسبه مع قصدي التولز المناسبه مع الاوبريشن. وانا مثلا هخلي السايز 12 واقول له تمام. انت ممكن بقى تغير كل ده على حسب الكتالوج بتاع العدة بتاعك، تمام كده. خلاص اخترتها، هقول له الليفلز بقى. هنا انا عندي الابر ليفل، خلي بالك بقى في البوكت انا عندي ابر ليفل وديبس. طب الابر ليفل اللي هو ايه؟ التوب بتاع البوكت اللي هو ده. طيب البوكت ديبس اللي هو ده، فانا كده عرفت له الابر وال. طيب بعد كده دلوقتي انا جاهز اعمل كالكوليشنز. خلاص كده اهو عمل لي التول باس بتاعي، تمام كده، عمل لي التول باس تمام. طيب تعالى بقى نشوف تكنولوجي، عشان هنا الديفولت عامله لي كونتور اهو، انا لاحظت اللي هو كونتور، تمام كده تمام. طيب يبقى ده كده اول حاجه. طيب لو فتحنا تكنولوجي زي ما احنا شايفين هنا، ببقى شغال بتكنولوجي اسمها كونتور، اللي انت لو شفتها في الرسمه دي كده اللي هي بالطريقه دي، تمام كده تمام. فانت تقفل خلاص الاوبريشن، يبقى كده عملنا كرييت لأول اوبريشن للبوكت، تمام؟ تمام، شكرا لحضرتك.